بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الثالثة الأعزاء في قسم هندسة تقنيات بناء وإنشاءات الكلية التقنية المسيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم تحت عنوان مقدمة في هندسة النقل. تعرف هندسة النقل بأنها فرع رئيسي من فروع الهندسة المدنية، والتي تهتم بتصميم وإنشاء وصيانة وسائل النقل المتعددة والمختلفة والمشاركة بالمشاريع الخاصة بإنشاء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والقنوات المائية. العديد من التقنيات الحديثة استخدمت لتطوير هندسة النقل في أنظمة التشغيل والصيانة لتحقيق الأمان والاقتصادية لمستخدمي النقل. أيضا هندسة النقل هي تطبيق المبادئ العلمية والتقنيات الحديثة في التخطيط والتصميم والتشغيل والإدارة لأي من منشآت أساليب النقل المختلفة بصورة آمنة وسريعة ومريحة واقتصادية وسهلة وصديقة للبيئة لنقل الأشخاص والبضائع. تعتبر هندسة النقل حاليا من أهم العوامل التي تعتمد في قياس تطور البلدان والمدن. الحاجة الرئيسية للنقل اقتصادية، بما في ذلك السفر الشخصي للبحث عن العمل أو الطعام، وكذلك السفر لأجل تبادل البضائع وتحسين الحالة الاجتماعية والمعيشية للشعوب. يمثل هذا الشكل الواضح أمامنا نظام النقل، ويمثل لي مخرجات ومدخلات نظام النقل. تتمثل مدخلات نظام النقل حتى يكون كفو من خلال استخدام المنشآت الجيدة والموظفين الماهرين والمساحات المناسبة لإنشاء المنشآت، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها والمركبات الجيدة والحديثة، وكذلك يجب توفر الصحة والأمان والبيئة المناسبة لهذا النظام لغرض الحصول على مخرجات ذو مستوى خدمة عالي لغرض سهولة نقل المسافرين والبضائع من مكان إلى آخر بصورة آمنة وسريعة. ننتقل الآن إلى أهمية نظام النقل. تتمثل أهمية نظام النقل من خلال استخدام وسائط النقل المختلفة لنقل الأشخاص والبضائع من مكان إلى آخر باستخدام مختلف الأنواع من المركبات. ومن العوامل المهمة لجعل وسائط النقل أكثر كفاءة ومقبولية لدى المستخدمين هي السرعة والكلفة والسعة والأمان. ننتقل الآن إلى أساليب النقل المختلفة. طبعا أنا عندي ثلاث أنواع من أساليب النقل. أساليب النقل التي تستخدم الأرض الطبيعية لحركة المسافرين والبضائع باستخدام المركبات والقطارات وغيرها من الأساليب الأخرى. النوع الثاني باستخدام الأجواء اللي تتمثل باستخدام الطائرات مختلف أنواعها، أيضا تستخدم لنقل المسافرين والبضائع. النوع الثالث هو النقل البحري اللي يستخدم السفن بمختلف أنواعها وأحجامها. ننتقل الآن إلى النوع الأول اللي هو اللاند ترانسبورت، اللي يشير إلى جميع الفعاليات اللي تستخدم الأرض الطبيعية والتي تتمثل بحركة البضائع والمسافرين من مكان إلى آخر سواء داخل المدن أو ما بين البلدان
باستخدام الهايواي او يعني الطرق او السكك الحديدية او باستخدام الانواع الاخرى اللي راح نتطرق لها اللي هي روب اند بايب. اذا ممكن ان نقسم اللاند ترانسبورت الى الرود ترانسبورت، الريل ترانسبورت، روبوي ترانسبورت، والبايب لاين ترانسبورت. هسه راح نجي نتعرف عليهن واحد واحد، ميزاته، خواصه، الفوائد مالته، والليميتيشن مالته، المحددات. النوع الاول هو الرود ترانسبورت اللي هي راح نتطرق لها خلال هاي السنه بصوره واسعه، اللي تستخدم الهاي واي انجينيرنج، اللي تستخدم الطرق، مختلف انواع الطرق اللي ممكن ان نبنيها او ننشئها باستخدام البيفمنت، فليكسبل بيفمنت او ريجيد بيفمنت، او ممكن نستخدم الارض الطبيعيه ويتم معالجتها ببعض المواد لاستخدام السبس او الجلمود وغيرها من المواد الانشائيه. هذا النوع من الترانسبورت نستخدم به المركبات بمختلف انواعها، سواء السيارات الصغيره او الباصات والشاحنات، كل من حسب استخدامه. طبعا هذا النوع له فوائد وله احنا نقول ما نسميها مضار، نسميها محددات. النوع الاول هذا النظام بالنقل يكون رخيص مقارنه بالانواع الاخرى، كذلك البضائع ممكن ان تنقل بسرعه، يعني تكون الوقت سريع خاصه بالمسافات القريبه بين المدن او المدن القريبه. النقطه الثالثه يستخدم ال احنا نسميها دور تو دور، يعني انا ممكن ان استخدم هذا النوع من النقل باستخدام او نقل البضائع من مكان الى اخر، يعني ما احتاج مثل المطار استخدم مطار الى مطار اخر، او مطار انقل للمطار، من المطار انقل الى جهه اخرى، لا انا ممكن استخدم هذا النوع، يعني الشاحنه توصل من الميناء استخدمه وين؟ الى موقع الشركه، وهكذا. الميزه الرابعه يساعدني بنقل الاشخاص والبضائع من مكان الى اخر بعدم استخدام وسائل اخرى، يعني تقريبا هاي النقطه هي مشابهه للنقطه الثالثه. اهم المحددات اللي تستخدم هي السعة، تكون قليلة، الكاباسيتي، يعني أنا عندي خلينا نقول 50 طن ما أقدر أستخدمها بشاحنة واحدة، لا لازم أستخدم عدة أنواع من الشاحنات الأخرى. البضائع الثقيلة ما أقدر أنقلها بهاي الوسيلة، وإذا أريد أنقلها باستخدام شاحنات أو عدد من الشاحنات راح تكون هناك كلفة عالية. هذا النوع من النقل يتأثر بالعوامل الجوية، يعني الأمطار، الثلوج، بعض العوائق اللي تصير بالطريق، لذلك يعني ممكن تكون تسبب لي حوادث بسبب هاي الأجواء. إذا تعرفنا على النوع الأول اللي هو الرود ترانسبورت أو هاي واي ترانسبورت. هذه الأشكال تمثل لي وسائل النقل اللي يستخدمها اللاند ترانسبورت او عفوا الرود ترانسبورت، اللي هي الباصز، باصات، والشاحنات، والمركبات الصغيره او السيارات الخاصه. النوع الثاني اللي هو رين ترانسبورت اللي هي النقل باستخدام السكك الحديديه. هذا النوع من انواع النقل نستخدم به القطارات ومختلف انواعها، عندي قطارات تستخدم لنقل البضائع، عندي قطارات تستخدم لنقل الاشخاص،
طبعا حاليا هذا النظام يتطور بشكل سريع، وخاصة في جمهورية الصين الشعبية. هذا النظام ممكن يستخدم داخل المدن، وممكن أن يستخدم يعني ضمن البلد الواحد، ممكن أيضا يستخدم ما بين البلدان. وحاليا يوجد مشروع كبير لعمل سكة حديدية لنقل البضائع ما بين الصين وأوروبا. من فوائد هذا النظام هو ملائم لنقل البضائع والأشخاص لمسافات طويلة، وكذلك هو يكون أسرع من الرون ترانسبورت، ومناسب للحمل البضائع الثقيلة أيضا لمسافات بعيدة. كذلك تأثيره بالأجواء يكون أقل من تأثير الرون ترانسبورت. أما المحددات limitations تتمثل بالكلفة العالية لنقل البضائع والأشخاص لمسافات قصيرة، كذلك ما راح يتوفر يعني بصورة يعني دائمة لبعض الأقطار، يعني هناك أقطار ما توجد بها يعني سكك حديدية، أو توجد خط واحد أو خطين، لأن الاعتماد يكون أكثر شيء على الرون ترانسبورت. يتطلب جدولة ثابتة للنقل، يعني زمن ثابت للذهاب والعودة إلى المحطة. كذلك في حالة حدوث يعني حوادث لا سامح الله، راح تكون عندي خسارة بالأرواح وكذلك البضائع. هاي الصورة تمثل لي أنواع القطارات اللي تستخدم السكة الحديدية. هنا تمثل لي نقل البضائع، وهنا يمثل لي نقل الأشخاص. النوع الآخر أو الثالث هو Pipeline Transport، يعني هذا النوع من النظام نستخدم فيه البايب لنقل أكثر شيء المواد السائلة، يتمثل لي بالوقود، يعني نقل به النفط. بس مبدئياً البلدان اللي تصدر نفط تستخدم الأنابيب لنقل النفط ما بين الدول، وكذلك الغاز، وكذلك المياه تنقل أيضا باستخدام الأنابيب. هذا الشكل يمثل لي هاي الأنابيب موجودة مختلف أنواعها. طبعا تمتاز بكلفتها العالية، لأن تحتاج إلى إنشاء خاص. النوع الرابع هو روبوي ترانسبورت، هذا احنا نسميه التلفريك. هذا يستخدم بالعبور من منطقة إلى أخرى، وطبعا أكثر استخداما موجود في المناطق السياحية. تعرف عليه من خلال هذا الشكل الموجود عندي هنا. بعض البلدان يستخدم أيضا بالنقل من مكان إلى آخر. النوع الثاني من أساليب النقل اللي هو الواتر ترانسبورت، اللي هذا النظام يستخدم الأنهار والبحار والمحيطات لنقل الأشخاص والبضائع. يعني أنا على سبيل المثال عندي في اللاند ترانسبورت راح أستخدم أو أنشأ طرق لمرور المركبات عليها كالسيارات والباصات والمنشآت، وأنشأ سكك حديد لكي حتى القطار يفوت عليه.
بالنسبة للووتر ترانسبورت الماء هو وسيلة النقل لنقل شنو؟ نقل السفن والقوارب مختلف أنواعها وأحجامها. طبعا أنا عندي أنواع المهمة بالنقل اللي احنا نسميه الانلاند ووتر ترانسبورت، اللي هذا اللي نستخدم به السفن حجمها صغير والقوارب وغيرها من المركبات المائية، وهي تستخدم داخل البلد نفسيته. وعندي أيضا النقل باستخدام البحار أو المحيطات، هذا يكون عبارة يعني يشير إلى نقل البضائع والأشخاص بين البلدان. طبعا يحتاج وقت أطول لهذا النقل، على سبيل المثال لشحن البضائع من الصين إلى العراق يعني الوقت أعتقد أن يصير شهر أو أقل. أيضا بفوائد وبمحددات، الفوائد مالته يكون اقتصادي، الأسعار تكون أرخص، كذلك إلى قابلية حمل الأوزان أو البضائع الثقيلة، كذلك هو يعني يكون أأمن من وسائل النقل الأخرى، الكلفة يعني تكون أيضا أقل من ومناسبة بالنسبة لنقل البضائع من وسائل النقل الأخرى. قلنا هو يخدم التجارة العالمية، فالمركبات أو السيارات اللي تصلنا من كوريا وتصلنا من الصين وتصلنا من أمريكا يتم شحنها عن طريق باستخدام الشحن البحري أو الووتر، نحن نسميه الووتر ترانسبورت. الليميتيشن العمق، عمق المياه راح تأثر لي على استخدام هذا النوع. مثلا بعض الموانئ يقول لك العمق بها 9 مترات، السفن الكبيرة ما راح ترسي بهذا المكان، لذلك يتطلب عمق أكبر حتى ممكن أن تستفيد السفن الكبيرة حتى ترسي بهذا الميناء. كذلك يعني الحركة أو الموفينج بالنسبة للسفن تكون أقل، يعني احنا نقول عليها سلو موفينج ترانسبورت، لذلك يتطلب وقت لوصول السفن. طبعا هي أيضا تتأثر بالظروف الجوية خاصة العاصير، كذلك يتطلب النقل البحري، يتطلب يعني أدوات وموظفين صيانة وخدمة وغيرها من أنواع الخدمات أكثر من بقية وسائل النقل الأخرى. هاي الصورة تمثل وسائل النقل الأخرى، هاي نشوف السفينة يعني محملة الحاويات، هاي يستخدم للأغراض السياحية، أيضا تعتمد تختلف عفوا من حجم يعني حجمها من قارب إلى آخر. ننتقل الآن إلى النوع الثالث والمهم اللي هو الأير ترانسبورت، النقل الجوي. هذا النوع من أنواع النقل، يعني إن شاء الله إحنا راح يكون عندنا محاضرات خاصة بهذا النوع، هنسميه هندسة تابع لهندسة المطارات. هذا النوع من أسرع أنواع النقل اللي يقوم بنقل البضائع والأشخاص أو المسافرين من مكان إلى آخر ضمن البلد الواحد أو ما بين البلدان. يتم استخدام الطائرات بمختلف أنواعها لغرض نقل الأشخاص والبضائع من خلال استخدام أو إنشاء المطارات. طبعا هاي المطارات أيضا تكون على أنواع، منها المحلية ومنها العالمية ومنها العسكرية
وأيضا تختلف هاي المطارات بأحجامها، وكذلك الطائرات تختلف بأنواعها وأحجامها. هناك طائرات مدنية وهناك طائرات عسكرية. فوائد هذا النظام لقلنا يكون عليه سريع، كذلك آمن، ما راح يتأثر بالظروف الجوية بصورة يعني كبيرة، كذلك هو ملائم للنقل بالظروف الجوية الطبيعية أيضا، أيضا تستخدم بعض البلدان للدفاع من خلال المطارات العسكرية الموجودة. المعدلات مالته راح يكون هو اكسبنسيف، يكون غالي، غير ملائم لنقل البضائع الثقيلة، يتأثر يعني التأثير مالته يكون بالظروف الجوية أيضا بعض الأحيان، غير ملائم لنقل البضاعة والأشخاص للمسافات القريبة، كذلك في حالة حدوث حادث لا سمح الله فالفقدان بأرواح الأشخاص يكون عالي جدا. هذه هي أهم أنواع limitation لهندسة نقل الجو. إذن عندي ثلاث أنواع من أساليب النقل، هو النقل الأرضي أو اللي احنا نسميه النقل البري اللي يستخدم المركبات مختلف أنواعها والقطارات. النوع الثاني هو النقل المائي اللي يستخدم السفن والقوارب. النوع الثالث هو النقل الجوي اللي يستخدم الطائرات ومختلف أنواع. هذا الشكل يمثل الطائرات مختلفة الأنواع، الطائرات المدنية والعسكرية. شكرا جزيلا، نلتقيكم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله.